قدم صباح اليوم كل من السفير السنغالي والسفير التونسي نسخ من أوراق اعتمادهما لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي حسن إبراهيم طه كسفيرين لبلديهما لدى جمهورية تشاد. تقرير حسن جد عمر. اللقاء الأول جمع وزير الخارجية والتكامل الأفريقي حسين إبراهيم طه بسفير دولة السنغال لدى البلاد سعادة فينسان باجي الذي عين سفيرا لبلاده منذ يناير الماضي مع الإقامة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث قدم فينسان باجي في هذا اللقاء نسق من أوراق اعتماده كسفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده السنغال إلى الدبلوماسي التشادي حسين إبراهيم طه. وفور خروجه من اللقاء أبدأ السفير السنغالي رغبته في توطيد وتحسين العلاقات السياسية بين البلدين، مشيدا بالتعاون المشترك بين تشاد والسنغال خاصة في المجالين الصحي والتعليمي. كما أشاد باجي بجهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في ربط الدول الإفريقية في كيان واحد لمواجهة كافة الصعاب التي تواجهها القارة السمراء. اللقاء الثاني لم يختلف عن الأول بكثير، لأن الغرض منه أيضا تقديم نسق من أوراق اعتماد سفير دولة تونس بالبلاد سعادة جلال سنوسي إلى رأي الدبلوماسية التشادية حسين إبراهيم طه. وعقب خروجه من اللقاء أعرب السفير التونسي بالتالي: بشرف أني قدمت نسخة من أوراق اعتماد للسيد الوزير، وكانت فرصة أني تحدثت مع السيد الوزير والفريق معه في عدة نقاط تهم التعاون الثنائي، خاصة في مجال الصحة ومجال التعليم العالي ومجال التكوين وعدة نقاط أخرى تهم التعاون الثنائي. كنت شفته مع السيد الوزير. جلال سنوسي عين رسميا سفيرا لبلاده بتشاد منذ أكثر من سنتين مع الإقامة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. أطلق صباح اليوم وزير الزراعة سيد قمر السليك عمال الورشة التدريبية الإقليمية حول الأمن الغذائي في دول إفريقيا المركزية، كان ذلك بحضور ممثل منظمة الفاو بتشاد وعدد من الخبراء من دول إفريقيا المركزية. تقرير محمد طاهر صالح حسين. إن ظاهرة تأمين الأمن الغذائي أصبح ضرورة ملحة تسعى إليها جميع الجهات الرسمية والشعبية وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية، لذا جاءت انطلاقة الورشة الإقليمية لاختتام المشروع حول تقوية الأمن الغذائي في مدن أفريقيا المركزية. وهذه الورشة تهدف إلى أهمية النشاطات الحالية في الدول المذكورة وكذا إبراز الصعوبات في داخل المشروع، مع إعطاء نتائج حول التنمية والمساهمة الفاعلة في تقوية الزراعة ومد المدن بالخضروات والمواد الغذائية الاستهلاكية المحلية بشكل دائم. ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتشاد محمود منصور نجاي قال إن الورشة لها أهمية بارزة في نشاطات الأمن الغذائي في الدول المعنية، وهي الكاميرون والكونغو والغابون وغينيا بيساو وساو تومي وتشاد، إذ أنها تعد من المبادرات التضامنية التي تواجه الخدمات في السنوات الأخيرة ومد المدن بما تحتاجه من مواد غذائية. وهذه الورشة تتقاسم اليوم النتائج في المحاصيل الزراعية وتشجيع المسؤولين المحليين، وأكد بأن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو مستعدة لتقديم الدعم الفني في محاربة الفقر. وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية السيد قمر سليك قال بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول إفريقيا المركزية، فإن منظمة الفاو دائما وعبدا تقدم مساندتها في الأمن الغذائي. وبعد مرور 3 سنوات من الأنشطة، فإن الاستراتيجية الإقليمية حول التنمية تسير بخطى ثابتة في الضمان والأمن الغذائي لسكان المناطق في دول المجموعة، كما قدم شكره للمنظمة الأممية على دعمها المتواصل والدور الذي تلعبه في تنمية المشاريع الإقليمية، وتمنى للمشاركين الخروج بنتائج طيبة. بحضور وزيرة المرأة شهد صباح اليوم بيت المرأة بداية أعمال مشروع دعم تعليم الفتيات ورفاهية الأسرة. هذا المشروع نظمته مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع السفارة الكندية بتشاد. تقرير آدم حنفي فضل. مؤسسة القلب الكبير تهتم دوما بمعالجة القضايا الاجتماعية، ضمن ذلك جاء هذا الحفل للانطلاقة الرسمية لنشاطات أعمال مشروع دعم تعليم الفتيات والبحث عن رفاهية المرأة، وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية بتشاد
رحمة محمد عضو مؤسسة القلب الكبير والتي نعتت في حديثها واصفة أهداف هذا المشروع بشرح مفصل في هذا الجدول الذي يجسد أبعاد الزواج المبكر وتعليم الفتيات والبحث عن رفاهية المرأة بإقليمي البطحاء وغيرها. السفير الكندي بتشاد صلاح الدين بن داود قال إن هذا المشروع به جوانب عدة تهدف إلى محاربة العوائق التي تحول بين تعليم الفتيات ورفاهية المرأة ومساهمتهما في التنمية الاجتماعية. الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير دلال وسيم ممثلة لرئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو قدمت شكرها للسفارة الكندية بتشاد على دعم هذا المشروع الذي يتعهد بتعليم الفتيات ومنع الزواج المبكر الذي هو عائق للفتيات في حد ذاته. وزيرة المرأة والطفولة والتضامن الوطني كإليزابيد أشادت بهذه البادرة الاجتماعية التي قدمتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع السفارة الكندية بتشاد وأعلنت انطلاقة هذا المشروع رسميا، كما أن لهذا المشروع عدة لجان خدمية كي تدير أعماله بشكل مطلوب في كلا الإقليمين البطحاء وغيرها. وستنطلق أعمال هذا المشروع في الأسبوع المقبل وستقيم أعماله في شهر نوفمبر لعام 2018، كما شهد هذا الحفل مسرحية تجسد أهمية تعليم الفتيات ورفاهية المرأة بالمجتمع التشادي. بهدف تفعيل إجراءات الخطة الوطنية للتنمية اجتمع مساء أمس وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي جيتو يامباي وممثلي الشركاء الفنيين والماليين لمصاحبة البلاد في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية. تقرير عبد الله هارون برما. هذا الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي مع الشركاء الفنيين والماليين والخبراء في مجال الاقتصاد يهدف إلى تفعيل سياسة التنسيق ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية التي عقدت في باريس في شهر سبتمبر الماضي. خلال الاجتماع ناقش الشركاء مع خبراء وزارة الاقتصاد كافة القضايا الفنية المدونة في جدول الأعمال والمسائل ذات الطابع الاستراتيجي لرؤية البلاد لغاية عام 2030، كما تناولوا أيضا ضمان إقامة الحوار السياسي حول الخطة الوطنية ودعم متابعة الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية العاملة بالبلاد. هذا ما أكده أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي. يعني مساعدة يجوا يدخلوا جروز في البروجي يشركوا مع الانتربريز مع شركات هنا هنا ولي أننا نرياليزي البروجي في السك ولا كان في السكتور بيبليك ولا كان في السكتور بريفي إن شاء الله يشركوا وبروجي ده كان رياليزي ده حتى بوبولاسيون ينفو فوق. فيما أكد ممثل الشركاء الفنيين والماليين جان كلود ناشنغي حول دعم الشركاء للحكومة التشادية وتعزيز دور الشراكة ودعم توجيه لتنفيذ خطتها الوطنية التي تعتبر ذات الاهتمام البالغ للشركاء الفنيين والماليين. شارك في الأيام الماضية رئيس شباب البرلمان الأفريقي البرلماني أبا جدة ممار في العاصمة السودانية الخرطوم في أعمال المؤتمر الأول لشباب البرلمانيين، كان ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة السودانية. تقرير رماد جبرين الجني. بمشاركة واسعة ضمت 58 برلمانيا جميعهم قادموا من الدول الإفريقية المختلفة لحضور المؤتمر الأول لقمة الشباب البرلمانيين الأفارقة. وفي هذا الشأن أثناء أعمال افتتاح هذه القمة التي حضرها كل من وزير الشباب والرياضة مصطفى محمود ورئيس الهيئة التشريعية للمجلس الوطني الدكتور إبراهيم أحمد وجمع كبير من الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات السودانية، هذا فقد تم تناول العديد من المواضيع، مواضيع تتعلق بدور الشباب البرلمانيين لإيجاد آلية لخفض النزاعات وكذا تعزيز أنشطة الشباب البرلمانيين في المجال الديمقراطي، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق تسمح لهؤلاء المشاركين بالقيام بإذلال كافة الصعوبات، كما أنها تيسر لهم أيضا القيام بخطوات مميزة لبلوغ الأهداف المرتقبة. رئيس شباب البرلمانيين الأفارقة أبدى مدى رضاه التام لتنظيم مثل هذه القمة. أن دايرين يعلموك كيف الشباب هم في القانونية كيف يخدموا وكيف يشتغلوا، دا جينا كله نلمه في
في خرطوم هنا لنكلمهم لنوسبهم ندربهم كيف نشغلوا وأننا كيف نعاونهم وكيف الدولة كذلك بعونوا للشباب كيف يخدموا. في نهاية أعمال قمة الخرطوم اتفق المشاركون بإنشاء اتحاد للبرلمانيين الشباب الأفارقة في الخرطوم، كما تم اختيار ولاية